طب ما تيجوا نقرب يعني، اذا كنت انتوا جيل الاحفاد، فجيل الابناء بيبقى مختلف شويه، فنكلم بابا شخصيا الاستاذ محمد عبد الوهاب. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا بيك يا بني، كل سنه وحضرتك طيب وتعيش وتفتكر. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. أهلا وحضرتك بيك. طيب صوتك بيفكرنا بصوت الاستاذ قوي يعني، مش قوي نعم مش قوي يعني، يعني معقول يعني شويه منه كده. غريبه انك ما غنيتش يا استاذ محمد. لا ما هو بقى غني بعديه، هو ما ينفعش غني اولي يعني، حد يعرف يغني بعديه؟ لا ما ينفعش. خامه الصوت واضحه جدا انها لو غنت كانت هتبقى فخيمه يعني. والله ربنا يخليك يا فندم، يعني انا بعتبر دي شهاده. الله يخليك، بس ما حاولتش ابدا يا استاذ محمد. لا خالص. استاذ محمد كنت مشغول بقى بشغلي ومهنتي وحبي في شغلي وبتاع، ما كانش عندي وقت الحاجات دي الحقيقه. انت بعد ايش على طول كنت الاقرب الى الراحل الاستاذ محمد عبد الوهاب، لو اردت ان تقدمه في جمل بعد هذه السنوات من رحيله تقول لنا عنه ايه؟ بالنسبه لي انا طبعا بعيونك انت. يعني هو اكتر حاجه انا حسيت بيها منه الصداقه. كان صديقي صاحبي قبل ما يبقى والدي، قبل ما يبقى ابويا كان صاحبي. ايوه. وكان معلمي بيعلمني. وكان ساعات يبقى ابني حتى، يعني مش ابويا بس. يعني عمرك شفته بيعيط؟ طبعا شفته. طبعا. امتى بكى الاستاذ؟ والله انا اذكر حتتين يعني او موقفين نقدر نقول عليهم. اولهم في وفاه والدته. نعم. وانا كنت صغير لكن فاكر الموقف ده جدا، وكان بيبكي بحرقه فظيعه، لان والدته كانت اعز ما يملك، اعز انسان عنده هو والدته. نعم. فبكى في هذه الحادثه، كانت بالنسبه له فاجعه يعني الحقيقه. والمره الثانيه في لما توفى عبد الحليم، بس يعني في والدته كان بيبكي من كله، بيبكي من جواه. أيوة. من جواه يعني، دموع بتنزل. انا مش فاهم طبعا قوي، لان كان عندي مثلا 12 13 سنه حاجه كده، لكن كان فاكر الموقف ده، ومش حاسس باي حد في الدين اللي حواليه. فعبد الحليم لا، كان بيصرخ يعني. كانت حاله هستيريه نقدر نقول عليها. وبكى يوميها بكاء كبير. كان بيحبه قوي. كان يعني كان حاجات كتير يا فندم يعني. اولا هو ابنه الروحي، واحنا كنا بنعتبر عبد الحليم واحد مننا يعني زي يعني الاخ السابع مثلا، فهو واحد مننا. وبعدين فنان كمان، له قيمته وله قدرات. مات صغير عبد الحليم، مات 48 سنه وكان متألم ومريض. وبعدين الشراكه كمان يعني، خلي بال حضرتك الشراكه بينهم في شركه صوت الفن وخلافه، الحاجات دي كلها برضه، كل دي يعني عوامل خليته يعني ينزعج جدا من وفاه عبد الحليم الله يرحمه. طلعوا اشاعات كده ان قرب الصوت بينكم كان بيخليك احيانا ترد على التليفون مكانه. لا مش اشاعات، دي حقيقه. كان امتى بيخليك ترد على التليفون؟ والله كان مثلا يقول لي ايه، كلم فلان الفلاني مثلا، كلم الحلاق. أيوة. واعمل ان انت انا، هو يكون مكسل يكون بيعمل حاجه. ايوه. طيب اقول له ايه يا ابويا؟ يقول لي مثلا، قول له يجي لي بكره مثلا يوم الساعه كذا، فاكلمه على اساس ان انا بقى عبد الوهاب. فاقول له واكلمه يعني لمده دقيقتين كده، تعالى يا فلان الساعه كذا. بس ما كانش بيستخدمك علشان يزحلق اي حد مش عايز يرد عليه؟ لا ما كانش بيحصل كده يعني، لكن يعني هي المواقف بالشكل ده. وساعات يحصل العكس يعني، واحد يتكلم يبقى عايزه انا اللي ارد على التليفون. نعم. يقول لي مثلا رد على التليفون يا محمد، ارد انا يا استاذ عبد الوهاب كذا كذا كذا. والله يا فندم انا مش استاذ عبد الوهاب، انا ابنه، هديهولك حالا دقيقه واحده. اقول له مين؟
يقول لي يا استاذ عبد الوهاب حرام عليك بتتهرب مني بقى. مره واحد قفل سكه في وشي ايوه على اساس انه مع انه كان بيرد على التليفون بنفسه. يعني انا افتكر في الثمانينات انا كلمته مره على نمرته في البيت وهو اللي رد عليا مباشره. يعني اندهشت انا صاحبي صغير جدا وان الاقي يعني متوقع ان حد هيرد عليا واقول له عايز اكلم الاستاذ فلتقيته هو نفسه بيرد. فكان يعني في ذاكرتي لا انساها يعني. اه لكن ساعات بيحصل لان انا كنت بروح له كتير كل يوم تقريبا. انا كل يوم يعني حرفيا كنت بروح له كل يوم. فبيحصل ساعات انه بيدخل مثلا يدخل الحمام يروح اجيب حاجه من الاوضه يبقى مش عارف مشغول في اي حاجه يعني بينشغل برضه. فيقول لي رد على التليفون او ساعات زي ما قلت لحضرتك يقول لي اعمل كذا يعني اتكلم واعمل كذا. يكلفك بمأمورية. اه يكلفني بهذا الموضوع ودي مش اشاعاتي حقيقه. حضرتك الاستاذ كان مين اكتر ناس بيزوروه؟ يعني شفت الست ام كلثوم عنده، شفت اشهر المطربين مين اللي كانوا دايما بيروحوا له؟ طبعا عبد الحليم كان اكتر واحد بيبقى موجود في البيت يعني. ايوه زي ما قلت لحضرتك هو يعني ابن الروح يعني. فعبد الحليم ده من البيت من اهل البيت انا فاهم بقى انا مش بعتبره حتى من الضيوف يعني. فلكن انا شفت ام كلثوم عنده وكانت المصادفه ان هي كانت كانوا بيعملوا بروفا عنده في البيت وشفتها معاه وكانوا الموسيقيين شالوا بقى العده بتاعتهم وماشيين وانا بالصدفه رحت له. انا دايما بروح له بالليل لكن أيوة. انا المره يوميها رحت له كده كانت الساعه مثلا 2 حاجه كده. فلقيته هو وهي بقى قعدوا مع بعض قدام النيل كانوا مسخين مشي وانا رحت بقى ايه رحت قاعد كده اهو وفوسيهم هم الاثنين وسمعت حوار بينهم لمده نص ساعه ما انساهوش في حياتي يعني ابدا. الاثنين دول الهرمين دول بقى قدام النيل كانوا بيتكلموا حوالين ايه يا استاذ محمد؟ بيدردشوا دردشه كان كله كلام ملوش علاقة خالص بالفن وملوش علاقة بالموسيقى ولا له علاقة بالعمل اللي هم بيعملوه حتى. أوكي. لا كله عبارة حوار خاص يعني بين أصدقاء يعني أنا حسيت إن اتنين أطفال قاعدين بيتكلموا مع بعض اتنين شباب اتنين صغيرين قاعدين بيتكلموا مع بعض. كنت حضرتك بتفطر معاه في رمضان؟ هو ما كانش بيصوم فإحنا لكن إحنا كنا بنروح يعني نفطر وهو بعد ما على حسب طبعا الفطار بيبقى الساعه كام لان هو دايما عنده السيستة بتاعت بعد الظهر دي مقدسه من الساعه 2:30 بعد الساعه 2:30 الساعه 3 لغايه الساعه 5-6. لو مثلا رمضان بيبقى بدري شويه الفطار بيجي لنا بقى بعد ما يصحى ويقوم من السيستة بتاعته او يعني هو ما كانش بيصوم لانه ما بيقدرش ولا لا ما يقدرش خالص لا ما يقدرش لانه ما هو عنده كان عنده بصان غليظ تعبه جدا غلبان وكان مأساة بالنسبه له نعم. السيده ليلى العمروسي زوجة الاستاذ مجد العمروسي مدير شركه صوت الفن سابقا قالت في تصريحات صحفيه انها سلمت الاسره قبل شهور قليله شرائط مسجل عليها صوت الاستاذ وقالت ان هو كان ناوي ينتجها في عمل فني الاستاذ مجد العمروسي وقالت انها تركت لكم هذا الامر عشان لو اتعمل قصه حياته في فيلم لو اتكتبت مذكرات عنه. هل ده صحيح؟ ايوه يا فندم ده صحيح. طب هتعملوا بيها ايه التسجيلات دي وهل حضرتك قعدت وبدات تسمع فيها ولا لسه؟ ما انا هقول لحضرتك بقى اللي متولي هذه الامور كلها هم الاحفاد دلوقتي يعني اللي قدام حضرتك دول اللي هم دول اللي متواجدين مع اتنين هم جميلات وياسمين بالذات يمكن تقدر تتكلم في الموضوع ده اكثر لانها متداخله جدا في هذا الموضوع. والاحفاد هم دلوقتي اللي عاملين الموضوع ده وبيجمعوا كل التراث بتاع جدهم. وفي احفاد موجودين هنا في مصر وفي اللي منهم مسافرين عايشين بره لكن عموما هم اللي يعني هم دول بقى انت سايب لهم هم المهمه عارف انهم اللي هيجيبوا حق الاستاذ او هيحافظوا على تراثه او كمان اصل دلوقتي كمان الوسائل الجديده بتاعه الانترنت والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها بقى هم ملمين طبعا اكثر مننا بكثير في هذه المواضيع. يعني احنا بنستعمل التليفون عشان نتكلم فيه ونقفله بس مش اكتر من كده. لا هم يعني طبعا التطور بقى فهم دلوقتي بيجمعوا تراث الوالد الله يرحمه
وعم بيعملوا شركه، يعني مش مجرد هوايه، لا ده هيعملوا بيزنس احترافي. عمل بقى جامد. واعتقد ان اكتر واحده تقدر تكلمك عن هذا الموضوع تكلم حضرتك فيه ياسمينة. حاضر، فاسالها بقى زي ما انت عايز بقى. هسالها سؤالي الاخير لحضرتك، لو قلت لك قول لي 3 اغاني بتحبهم للوالد. لا ما اقدرش اقول لك، ما ينفعش. انما اقدر اقول لك على الفتره اللي كان فيها عبد الوهاب صوتا ولحنا وخبره بقى، اللي هي فتره الاربعينات اللي هي طلعت فيها كل اللي هم يعني الناس كتير قوي اللي مهتمين بالموسيقى يعني يقولوا عليها ايه، المصايب بتاعت محمد عبد الوهاب. أيوة. مثلا جفنه، قصدي مضناكة، كليوباترا، الجندول، الكرنك، حياتي انت، الفطاحل دي بقى. أيوة. الفطاحل بتاعت عبد الوهاب. فانا اقدر اقول ان الفتره دي كلها بدون استثناء كانت مهمة جدا وجدا جدا جدا، وأجمل فترة في حياته صوتا ولحنا. أستاذ محمد أنا بشكرك جدا على وقتك، وكنت أتمنى تكون معانا، أنا عارف أنك مسافر، بس بشكرك جدا على وقتك اللي اديته لنا، وكل سنة وحضرتك طيب، تعيش وتفتكر.